أهلا وسهلا فيكم مجددا بلقائنا المباشر من يوم جديد. مثل كل نهار الثلاثاء، اللقاء الأول بجمعنا بشانتال سعادة خليل، متابعة نفس جسدية وإرشاد عائلي. اليوم بدنا نحكي عن الأمل عند الأولاد، بشو مرتبط، شو هي العوامل اللي بتثبت هيدا الأمل عند الأولاد حتى يقدروا يحققوا حالهم وينطلقوا بالحياة حتى لو كانوا بأعمار صغيرة. تابعونا. شانتال صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. مرسي. اليوم موضوع مهم كتير، لأن مثل ما أثبت علميا أنه الأمل عند الأولاد مرتبط مباشرة بشعور الأمان عندهم، يعني قديه بيحسوا حالهم هن بأمان بعائلتهم بمحيطهم الصغير لينطلقوا للمحيط الأكبر، ليعون عندهم ليكون عندهم هيدا الأمل ويتمسكوا فيه. مظبوط. يعني اليوم عن جد قصد ضوي على هيدا الموضوع يلي أثبتته جامعة هارفرد، وهلأ رح نحط الدراسة من خلال الصور يلي أثبت فيها، لما بقى نقول أنه هيدا يمكن حقيقة قابلة لأنه نكون عم ننفيها أو عم ننبلها. شئنا أم أبينا، زرع بذور الأمل بحياة أطفالنا وحياة مراهقينا مربوط ربط مباشر بالأمان، وهلأ منشوف قديه بيشتغل على الدماغ وشو هن الزون يلي بيصيروا بيشتغلوا وبالتالي شو تأثيره. كرمال هيك إلي إذا سمحت لي بدي أنطلق من خبرات عم نعيشها على الأرض، من قصص عن جد هيك بتدق فينا كأهل وكناس يمكن عم نرافق أطفال على الأرض. بدي أنطلق من وجع شبيبة صغيرة، وجع أطفال، وجع من عمر 7 سنين، وجع من عمر 13-14 سنة. أكيد رح تقلي يمكن وكتار من الأهل ما نحن كلنا موجوعين كيف هن، بس هن وجعهم بعد أكتر. نحن على القليلة راشدين، فينا يمكن نحكي، فينا نعبر عن مشاعرنا، هن مش كل الوقت عم نسمح لهم نحن يكونوا عم يحكوا، عم يسألوا، عم بيظهروا مخاوفهم، وعم نقبل هيدا المخاوف من دون ما نحط عليها أحكام مسبقة أو نقول لهم أنا ما قلي جلادي هلأ، هلأ تعبان، مام خود الآيباد وخليني أنا قاعد رايق راسي عم يوجعني. بدي أنطلق هيك من حلمان إلي عن جد بهزونا. أحد الأولاد بأعمار تقريبا عمره 7 سنين بخبرني عن حلم أنه هو كان رايح هو True story أكيد خبرات واقعية، رايح هو وبابي ومامي رايحين على محل بيوصف لي أنه كتير حلو، كتير كبير، في كتير خضار وفي كتير ألعاب. بس بخبر الولد أنه قبل ما يوصلوا، يعني مسافة قليلة بتفصلهم عن هيدا المحل، فجأة الطريق بيكون فيها كتير جوار، وهودي الجوار غماق كتير. بقل الولد أنه أنا نزلت لساعد بابي حتى نحاول أنه تطلع السيارة بس ما قدرت، وبعيد بس ما قدرت 3 مرات بتغرغر عيونه بالبكي وبصير يبكي. شو يعني هيدا الحلم إلي؟ هيدا الحلم قديه اليوم طفل صغير بعمر 7 سنين عن جد عم يتأثر بالوضع ككل بالبيت، وقديه هو عم يلعب دور عم ياخد على عاتقه إصلاح الأمور، عم بحاول، عم بيقلك أنه أنا عملت بس ما قدرت وبصير يبكي. يعني هو فشل، ونتيجة الفشل عم بحس حاله هالقد محبط. طفل تاني كمان بعمر بنوت بعمر 8 سنين بتقلي طيب فيكن تلاقولي شغل حتى أنا أكون عم ساعد أهلي. يعني اليوم بس هيك صرخة من هالمنبر أنه عن جد ننتبه لوجع أولادنا، للوجع يلي يمكن عن طريق اللامقال هن عم ينقلولنا إياه، عن طريق البادي لانجويج، نظرة العيون، الدمعة بعينهم. وأوقات كتير إلي صدقني نحن حدون بس ملهيين بقصص تانية. معك حق. بتتذكري شانتال من شي 3-4 أسابيع عملنا حلقة عن الدماغ، بارتي من الدماغ كيف تشتغل، إذا نقصت شو بيصير بالولد، وقت أعطينا إكزامبل إنه أوقات لما بيصير في مشاكل بين الأم والبي، الولد بيحط الحق عليه، بيصير حاله مفكر حاله إنه هو المسؤول، وبيصير يجرب يعمل، علما إنه هو الضحية، منه أبدا مسؤول، الأهل هن مسؤولين عن المشاعر اللي عم بيحسها. كيف حال هلا كمان بهيدا الموضوع قديه، بس كيف فينا بنقدر نحمي حالنا؟ يعني كيف فينا نفصل الأهل كمان؟ ما بدنا كتير نغيب عن الواقع. أكيد. كيف فيهم يفصلوا كل همومهم وهواجسهم ومشاكلهم؟ يعني اليوم عم بحكي أنا وزميلاتي وزملائي بوقت يعني السبور، إنه إيه في أمل وكذا،
بتقول لي احدى الزميلات انه كالي وين في امل، انت بعد منك مجوز ما عندك اولاد، اذا ابنك صرخ ما عندك مسؤوليه. قلت لها انه طيب انت مر عليك شي نهار ما اكلتي حتى لو خبزه ناشفه؟ مر عليك نهار وجعك راسك ما عملت المستحيل تجيبي حتى لانه ارخص دواء لوجع الراس؟ معناتها انه الامل موجود وعندنا نحن تشبث بالحياه، هيدي اراده الحياه نحن بنتمسك فيها، ولك تبقى الحياه عم بتوجعنا ونحن ماسكين فيها. مظبوط، وبتعرف عن جد كثير هيك بتحس بقلبي وبزعل لما نكون عم نضوي على الامل، لانه اولادنا هلا رح منشوف الدماغ اللي حكيت عنه، ما فيهم يكفوا من دون امل، ويكون حدا عم بيقول انه عايشين بكوكب ثاني او هن ديسكونكتد عن الواقع، لا، نحن كلنا عنا خبره قليمه بالواقع اليوم يلي عم نعيشه، بس رح اعطي هيك كيف عن جد فينا نفصل، ومش رح اعطي انا بحكي، رح اعطي كمان بخبره معاشه من بنوت عمرها 15 سنة تحديت أصعب واقع معقول شخص يتحديه هو الكانسر. ما بتخيل عن جد في أصعب من حرب شرسة هالقد. لما كنا عم نحكي مع لهالبنت عن جد شوف جوابها كيف خلينا هيك ننقذ نرجع لورا ونفكر أنه نحن وين، مثل صف على قلكم كان. قلنا لها طيب انه انت ولا مره لمت الرب، ولا مره قلتي له يا رب ليه انا هيك، ليه انا بنت ال 15 سنه يلي احلامي مش سايعه الحياه، ليه انا بدي اكون هيك، ليه انا بده يصابني هالمرض، علما انه عانيت كثير وحكيت لنا عن اوجاع ودرب الام كثير وتريتمنات. جاوبتنا لا ولا مرة. قلت لها هلا عن جد كيف ولا مرة؟ اشرحي لي طب كيف تنظري لهالامور؟ قالت لي ولا مرة، لانه انا عندي ايمان انه الله ما بيعطي اصعب المعارك الا لاقوى جنوده. واو. لما قالت هالكلمة لا شعوريا حسيت حالي هيك رجعت لورا، قلت لها عن جد انا بنحني قدامك، شو هالإنسانة، وكرمال هيك بقول لهم للأهل أولادنا هن التيتشرز تبعنا، اسمحوا تشوفوا فيهم هن معلمين لقلنا، هالإنسانة هالبنت بربيع الحياة بعمر 15 سنة قدرت تعلمنا كلنا جملة نحن كتير منتعب لنعلمها للأهل وأوقات ما منعرف نلمسها مزبوط بجملة، وكيف قلتها وكيف كانت عم تعمل أي كونتاكت ورافعة كتافها واثقة من حالها. حسيت انه قالي حرام حرام الامل عن جد نحرمه لاطفالنا، حقهم يستمروا بالحياه. وهي هيدي هي قالي يمكن قبل ما ينام كل ولد من اولاده يجي البي يقعد دقيقتين حدهم يقول لهم يا بابي الوضع صعب. مزبوط، من 7 سنين بيفهموا الوضع صعب مزبوط، بس انا بحبكم، انا وياكم رح نعمل المستحيل لنتخطى. صدقني قالي هلا رح نحكي بنعمل فرق. ايه اكيد بنعمل فرق، هلا رح نشوف الفرق. ليه بنعمل؟ لانه دماغنا قالية مثل هاللامب، يا بتختار تضويها يا بتختار تطفيها، يعني فينا نكون عمرنا 50 سنة بالحياة ولكن دماغنا مطفي. وهي هي الدراسة اللي حكيت عنها هارفرد. عم نشوف هارفرد بينت انه كمان لما تقله للولد تشغل الامتنان عنه، يعني to be grateful، يعني مثلا بابي انت عشو بتشكر الحياة، عشو بتشكر الرب، سمي هيك 3 نعم خاصة قبل ما ينام. لاحظوا لما حطوا أدمغة الأطفال يلي اشتغلوا عليهم عملوا لهم MRI على الرنين المغناطيسي، لاحظوا الصورة الثانية اللي إذا بتقارن الصورة الفوق مع الصورة التحت شو بتلاحظ؟ بتلاحظ الدماغ كيف شعشع تحت بزون أكتر بكتير من فوق، لتشوف الأمل والإيجابية والامتنان لما نزرعهم. أكيد هن دغري هن تلقائيا بيعطوا شعور الأمان. قد ايه بيشتغلوا بحياة الأطفال؟ راحت هارفرد لتقول أكتر من هيك، وهلأ حطيتها بكوت ورا هالصورة لتقول أنه بس يفوت الامتنان على حياتك مثل ما هون عم تقلنا الصورة بيطرد الخوف. ليه بيطرد الخوف؟ بيّنت هارفرد أنه كل ما يشعشع دماغك بسبب إذا بدك ممارستك للامتنان وزرع بذور التفاؤل والأمل عند الأولاد، شو بيصير؟ مستوى السيطرة عندك بأرمونات الراحة بيعلى 20%، يعني أنت بتحس حالك واثق من حالك، سيطرتك على الأمور بتصير أكتر، قلقك وخوفك يلي بتجسدهم هرمون التوتر يلي هي الكورتيزول بينخفض مستواه 20%، يعني شوف الفرق. كرمال هيك أنت زادت سيطرتك على الأمور، قل خوفك، كرمال هيك صرت أقوى، صار فيك تحارب قلقك، صار فيك تتخطى خوفك،
كرمال هيك اليوم عم نشوف اولاد عم تقشط، يعني اولاد باعمار 14 سنه للاسف ضروري انه يكون عم بشوفهم عم بيتابعوا وعم بشوفهم بسيكياتر، لانه عندنا حالات اكتئاب كثير صعبه. طيب قال لي اذا انا عيشت ابن الاكتئاب حليت انا المشكله؟ انه نحل الوضع الاقتصادي؟ بالعكس تفاقمت. وبدي اسالك كمان، يعني هل طريقه التعامل مع الاولاد ما بتنعكس ايجابا على الاهل؟ 100%. يعني لما بيكون عم بيقنع ابنه او بنته ومش عم بيقنعه من العبث، لانه مثل ما كنت عم بقول يعني قد ما كانت مظلمه الحياه، مثل ما قلت نهار الاحد الدنيا بتنهز بس ما بتوقع. مزبوط. واعطيت اكزامبل انه كيف كل اثنين عم بيتجوزوا عم بيتحدوا. مزبوط. كمان بتيجي بتقولي لناس بيقولوا لك ايه بكره بس يجي اولاد، بس يصير عنده اولاد تطلع صرختهم. يا عمي حطوا اجرهم على اول خطوه بمشوار الألف ميل. طيب نحن انه كل هالسنين اللي عشناها ولا مره عشنا هيك حياه سهله من طفولتنا، نحن هيدا جيل الحرب، من طفولتنا لليوم دائما عندنا طلعات ونزلات طلعات ونزلات. الحمد لله يمكن اللي محاط بعيله بتعطيه الدعم بيقدر كمان بركي اللي عم تحكي عنه من جامعه هارفرد انه اشتغل فينا لا شعوريا، لان ما كان عندنا هيدا الوعي وما كان في هالدراسات منتشره على السوشيال ميديا وين ما كان. ف معك كل الحق إلي. وللبرهان أكتر بدي روح على الصورة الوراها تعقيبا على سؤالك الكتير مهم، أنه أنا بس أحكي فيهم بصير بقتنع، بصيروا عندي عن جد معتقدات راسخة. شو الفرق إلي بين شخص عن جد واثق بحاله وشخص تاني لا؟ بين شخص بيقدر يشوف أنه أنا فيني أنجح وأنا لا؟ القصة كلها بهالأربع حلقات لما نحكي ثقة بالنفس، يلي هي كل شيء إلي. الثقة بالنفس هي بتخليك تتحكم بكل شيء وبالتالي تقدر تزرع بذور الأمل. شوف نحن كيف منشتغل، منشتغل بأربع حلقات، مننطلق من المشاعر ومنرجع على المشاعر، وهو حلقات مسكرين. شوف بأي دوامة منفوت حالنا. كلنا عنا بالأول نتائج، يعني أنا بحب كون ناجحة، أنا بحب أعمل، بس هي النتائج بالبداية شو بتكون إلي؟ تمنيات. I wish. إن شاء الله دماغي يسمع I wish من هلأ لبعد 200 سنة وأنا قاعدة وين بيصرفها؟ ما بيقدر يصرفها. هيدا النتائج، أو حتى يمكن لو عم بيشتغل يمكن الظروف عاكست بس مش معناتها آخر الدنيا. مزبوط. هون إلي في شيء لازم نقوله، منحط حلمنا شوي على جنب، منبلش بحلم تاني أقرب لألنا لترجع تسمح لظروف نروح للحلم الأول، بس ولا مرة منحط إيدنا على خدنا ومنقعد ولا مرة. كرمال هيك منبلش بنتائج. كل واحد منا عنا قدرات، قدراتك إلي مثل قدراتي، ما حدا يقنعنا إذا نحن خلقنا ما منعاني من أي مرض بيولوجي أو جسدي، حدا قدراته مميزة عن التاني، لا، نحن عنا ذات البوتنسيال أنا وياك. بس شو الفرق؟ يمكن إلي أنا أكون عم بستخدم 5%، أنت تستخدم 50%، رحنا على 5% تبعي، قدراتي 5% بدي حولهم لأفعال، على قد ال 5%، وانت قدراتك ال 50% رح يتحولوا على افعال على قد ال 50%، يعني مين رح يعمل افعال اكثر من الثاني؟ انت. بالتالي لانه رح تعمل افعال كثير رح توصل لمشاعر ايجابيه ورح تقدر تحقق النتيجه يلي انت انطلقت منها. كرمال هيك اذا انت بتنطلق من مشاعر ايجابيه انا بقدر، توصل لتحقق نتيجة وترجع بتقول ما مزبوط أنا وثقت بحالي، وبتصير هاي الدوامة الثقة بالنفس عم تشتغل فيك بقوة. يعني ضروري نمرق بهيدي المراحل شانتال. أكيد. ونخلي الأولاد يمرقوا بهيدي المراحل. أكيد. هي الثقة بالنفس إنك تعرف تستثمر قدراتك. بس بدي وصل شغلة للأهل، استثمار القدرات هي من المشاعر يلي أنا ببنيها عن حالي، هي من السلف توك يلي أنا بقوله لحالي. يعني إذا أنا مش طالع من أمري شيء، أنا هالقد بدهم الناس يحبوني، انا ما بستاهل، انا بعد بدي اتعلم هلا انجلي، بدي اتعلم صيني، بدي انا مش رح اقدر. هيك انطلاقا من هالمشاعر السلبيه تلقائيا انت قد ايه بدك تحط قدرات؟ 5%. بالتالي افعالك رح تكون اقل، نتائجك رح تكون اقل، ترجع بتقول شفت ما انا مش جدير بكل هود الشيء، وبتفوت بحلقه مفرغه. كرمال هيك مهم تقول له للولد مام انت حلو، امن بحالك، الحياه كلها قدامك، حطه محاطك. إذا حلمك هلأ كان بعيد عنك حطه شوي على جنب وركز على حلم تاني، بس ما تقعد. هاي الفرق. تسمحي لي أعطي اختبار شخصي مثل العادة؟ أكيد. بحب حط وهيدا اللي بيغني من تجربتي بالحياة بتصرف المشاهدين، مع احترامي لأهلي ولأمي وبيي. يعني الله يرحم بيي لما جيت فتحته
بعمر ال 17-18 انه انا ما بدي بقى اكمل علمي، بدي روح ادرس بمعهد الفنون تمثيل وفوت مسرح والى ما هنالك. ما بنسى رنة الكف اللي اكلتها، قال لي انت بدك تتعلم، انت ولد صايع، روح اعمل لك مهنه يعني تفيدك. اصر على اساس انه كفي بهندسه الكهرباء اللي تعلمتها. ليك الايام كيف راحت واجت راحت واجت وبرمت وبرمت وبرمت، رجعت على حلمك، على الشغف اللي انا بحبه. يمكن من باب تاني، من باب الاذاعه، والاذاعه وصلنا على التلفزيون. قبل ما اصيب بالالزهايمر، معلش عم بقول اشياء شخصيه مش لا 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 فاخر، اكيد انا فخور باخواتي، انه يعني عندي خيي طبيب، خيي محامي، اخواتي كلهم خريجي جامعات علوم سياسيه، ادب فرنسي، دار معلمين. قديش تعبت عليكم، هيدا اللي كنت مستلجئ فيه عمل شهره لعائله حوشان. فانا كثير مبسوط، بس بزعل انه هيدا كان حلم لإلي وكان سلاح. وبتعرفي بأول مش منا سهلة كانت مثل هلا، إذا ما كان معك شهادة ما بتفوت على وسيلة إعلامية. يعني الخبرة اللي اكتسبتها إذا بدك، والتحدي والصراع اللي عملته، خليني إذا دقيت باب مؤسسة إنه يستقبلوني، لأن في عندي مخزون معين أو كفاءة معينة. بس بمطرح من المطارح الشهادة كتير مهمة، كانوا حاجز أمام تحقيق حلمي. بس شو حلو هالتيمونياج دو في، وتحية لك إلي. بس الفرق إنك وصلت. ليه وصلت؟ لأنه كان حلمك دايماً وين؟ قدام عيونك، لأنه أنت أمنت، برغم من أنه كتير من حواليك قالوا لك أنت ما رح توصل، وأنت ما فيك توصل بلا هاي الأسلحة المعينة، بس أنت أمنت وأنت ما حطيت إيدك على خدك. هيدا إيليا اللي بيعمل الفرق بحياة أولادنا. هلأ رح نشوفه، بس إذا فينا نرجع على الصورة. يلا بعد معنا دقيقتين، بعتذر أخذت من وقتك، بس حبيت لنعطي أهمية قدي الأهل أكيد لازم يدعموا أحلام أولادهم، حتى لو كانت مستحيلة بالنسبة لألهم، لأن أوقات قدرتهم المادية ما بتساعدهم، بس يخففوا لهم منها، بس مش يحدوها كليا. أكيد. أوكي. وهون إذا بدك تفسير لهيدا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه، نحن حياتنا إلي رح تتفاجأ أنه 10% منشتغل بالوعي و90% باللاوعي. في أسطوانة، في سي دي أو ديسك، كل شيء بيكتبوا عليه يلي ساهموا بتربيتنا، هن هال90%، هن الأهل، هن المدرسة، هن خبراتنا، خبرات رفقاتنا، قالوا لي أنا ناصح، قالوا لي أنا ضعيف، قالوا لي أنا مش حلو. هيدي برمجات بتنكتب على هاي السي دي، وهي البرمجات هي بتشكل معتقداتنا، بتأثر على مشاعرنا، بتشكل مبادئنا وعاداتنا بالحياة. وهيدا السي دي بس ينطبع إلي بصير مكتوب عليه to read only، يعني بس أنت شو بيقدر دماغك يعدلك إياه، ما بتقدر أنت تعدله إلا إذا أنت قررت توعى على هيدي البرمجة وتقول لا أنا بدي غيرها. لأن أوقات قدي بيكون في سداء الأسطوانة خربانة فيه، صحيح، قدي بيكون في صوت مشوش، أنت مش محرز، أنت مش قادر. وهود 90% إذا اشتغلنا عليهم بالتدريب، يعني هي الفكرة مش أنه أنا هيك فكرتين إيجابية خلص زرعت التفاؤل، كل يوم بدي أزرع. هيدا تدريب مستمر بالحياة، كون عم بزرع بذور الأمل عند أولادي وأسقيها، أول شيء بالثقة بالله، تاني شيء بالثقة بنفسهم. من هيك شرحت عن الثقة، حتى هيدا اللي بيخليك تنجح بالحياة، هو 90% إذا وعيت لهم، لأنه هن بيشكلوا الإي كيو، الذكاء العاطفي، الإي كيو لحاله ما بيكفي. نعم. شانتال، يعني وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى هيك نكون حطينا إصبعنا على جرح مفروض ينزف، مش وجع ولا حزن ولا انكسار. مفروض هيدا الجرح إذا بدنا نبلسمه بالأمان والأمل حتى عن جد نقدر ننطلق، وهيدا الشيء بيتعمم على الكل، خاصة بهذه الفترة اللي عم نمرق فيها. ما حدا يتخلى عن الأمل يا جماعة، لأن اليأس بيودينا للانتحار، للموت الجماعي، ما بتصور حدا بيروح على الموت بإجري. أكيد 100%. بتحبي تختمي بفكرة سريعة؟ الفكرة سريعة بدي أقول أنه اليأس والكسل هن عن جد إيكوال الفشل بحياتنا، ما تدخلون بحياة أولادكم، علمون قد ما كانت الصعاب، الصعاب ما لازم أبدا تكسر. ثانك يو إليك شانتال سعادة خليل، متابعة نفس جسدية وإرشاد عائلي، دايما هيك يعني باللقاء معك حتى بطلع أشياء مني وبتريحني نفسيا، بحس إنه عملت إنجاز، لأن يعني كتار منخبي ماضينا ومنخبي أوقات فشلنا ومنخبي قصص مرقنا فيها منستحي فيها بالوقت اللي نحن منكون وصلنا لمطرح نحن بدنا إياه. ثانك يو لإليك. مشاهدينا رح نروح إلى فاصل إعلاني، من بعدها منتابع فقراتنا.